عندما كنت مقيمة في 1986 ذكر أنه في زائر إيطالي يعمل العملية، فعملوا قرعة، ولما اخترت أنا، وكان الصبح الثاني وفعلا جاء الزائر، دخلت معاه العمليات. طبعا احنا لما ندخل العمليات نلبس الطويل، نغطي الشعر إجباري، الماسك نغطيه كله، يعني متغطية. بدأ يعمل عمليته، أنا منبهرة. كان في تصوير وأنا اعتقدت أن التصوير هذا من المستشفى، ولاحظ هذا في منتصف الثمانينات. وخلصنا، تعلمت الكثير منه، كنت في يعني فرحة لا توصف. ورحت لأهلي وعلمتهم، أنا اللي قعدت مع الزائر الأجنبي، ما كان وقتها يجوا. بعد 3 أيام تجي التليفونات ترن، الوالدة، الوالد، أهل بريدة، أهل الوالدة، مو كفاية مدخلين بنتنا الطب مع الرجاجيل، بعد تطلعون صورتها. جاني الوالد، سلوى احنا شفنا التفقين، والله بابا ما في تصوير. أصبح فترة العملية التلفزيون السعودي علموا عن جية هذا، طبعا أنا قريبة منه، فكان تركيزهم على الطبيب ومن بجانبه، أن هي عبارة عن جهاز. سلوى الهزاع، لم يذكر اسمي، ما زلت في مقتبل، لكن عرفوا من العيون. ذكرت للوالد والوالدة، والله ما كنت أعلم. وفعلا لمدة 3 أشهر وعتاب وتهديد للوالد والوالدة، ليش تطلعوا بنتنا، لأن أنا بنتهم، ليش تطلعوا بنتنا على التلفزيون السعودي. بعد 20 سنة نفس الأشخاص يكلموا الوالد والوالدة، متى بنتنا تطلع على التلفزيون. وهذا ما دائما أذكره، لا أحد يتدخل فينا. تستطيع أن تغير الحماير لما جتنا الطفرة في البترول، تغير السيارات بيوم، لكن لا تستطيع أن تغير العادات والتقاليد بيوم. لابد أن نترك على راحتنا، نحن اللي نقوم بالتغيير وليس تغيير من الخارج.